من هذا المنطلق مشاهدينا ينضم إلينا سعادة الثابت سالم الطريفي الشامسي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس لجنة الدائرة الانتخابية لمدينة الشارقة. حياك الله ويانا. يا أهلا، حياكم الله. نتشرف اليوم بأن نكون إن شاء الله جزء من هذه المنظومة، ونكون إن شاء الله داعم رئيسي لهذه العملية، عملية أو عرس الشارقة الانتخابي. ونتمنى إن شاء الله نكون خير عون لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، الذي يسعى دائما أن تكون هناك مبدأ الشورى ومبدأ المشاركة، وذلك من خلال عدة منظومات موجودة في الشارقة، وهي مجلس شورى الأطفال، ومجلس شورى الشباب، ومجلس استشاري في مجلس استشاري الشارقة، والمجالس الأخرى مثال ذلك مجالس البلدية ومجالس الضواحي وغيرها وغيرها كثير. فهذه إن شاء الله نكون إن شاء الله جزء من هذه المنظومة إن شاء الله ونشارك فيها. سعادتك، نحن بدورنا أكيد نبارك لك في هذا العرس الانتخابي. بداية حابين نتعرف من خلالك سعادتك عن أجواء اليوم الأول لتسجيل أعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة الشارقة. نعم، مثل ما بدينا في البداية هناك اليوم فعلا هو بداية العرس الانتخابي لمدينة الشارقة أو لإمارة الشارقة. طبعا هناك 9 مجالس أو 9 مراكز انتخابية في الشارقة مقسمة على البلديات حسب القيد أو حسب تسجيل القيد. وطبعا في بدأت فيها كل يوم من الصباح الباكر اليوم توافد أعداد كبيرة من المواطنين إمارة الشارقة للتسجيل والمشاركة في هذا العرس. وطبعا من الصباح كان عندنا احنا أكثر من دائرة أيضا ومؤسسة من دوائر الشارقة. لو بنتحدث سعادتك عن تجهيزاتكم وتحضيراتكم واستعداداتكم لهذا العرس الانتخابي والتجهيز لهذا العرس في إمارة الشارقة. نعم، طبعا كانت الاستعدادات قبل فترة كافية، وتم تجهيز طبعا الموقع وكذلك المواقف الخارجية واستقبال الضيوف المشاركين في التسجيل، وكذلك تم دعم بالأنظمة الإلكترونية وهناك أيضا كادر فني وكادر عامل وكذلك متطوعين من بعض المؤسسات التعليمية تم مشاركتهم في هذا العرس. كل الشكر والتقدير سعادة ثابت سالم الطريفي الشامسي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس لجنة الدائرة الانتخابية لمدينة الشارقة. نتمنى لكم كل التوفيق في هذا العرس الانتخابي. يعطيكم العافية، جزاكم الله خيرا.